ملاحظه ميدانيه انه متغير اوميكرون نقص الشرسه تاعو بشكل كبير مقارنه بالمتغير دلتا. هذا راجع نقاط اهمها انه في علم الفيروسات كان قاعده تقول انه كل ما يتغير الفيروس للهرب من الجهاز المناعي او رد الفعل المناعي يفقد جزء من الشرسه تاعو. هذا هو اللي لاحظناه لانه بسبب اللقاحات وغيرها من الامور واكتساب الناس المناعه الجماعيه والتوجه نحو المناعه الجماعيه، الفيروس يحاول يتاقلم مع الوضعيه هذه عن طريق الديميوتراسيون الطفرات الوراثيه لتغيير في الشكل تاعو، لكن كل التغيرات هذه تفقده كما قلت لك جزء من الشرسه تاعو. هذا هو الملاحظ ميدانيا الان انه الفيروس فقد جزء من الشرسه تاعو، يعني اصبح ليس ليس اكثر خطوره من الانفلونزا الموسميه. وعلى كل حال يعني فيروس كورونا بحد ذاته رانا نحتاجه انه سيكون يعني مجرد فيروس عادي. نعم مجرد على الرغم من ضعف تاثيره مقارنه بسابقته سيد الكريم، الا انه هناك قلق وتخوف لانه اعراض الاصابه به يوما بعد يوم تتضح اكثر. يعني هو ليس بالامر السهل، والاصابه باوميكرون ليس معناه اهمال هذه الاصابه، لان هناك من يعني تعرض لأعراض جانبية، وهناك لهذا الفيروس أو هذا المتحور تحديدا علاقة بأمراض أخرى في الجسم. هناك من يعاني الآن من مشاكل في التهاب عضلات القلب مثلا. نعم هذا هو خطر تاع الاوميكرون، يبقى يعتبر مهما كانت المتغير يبقى يعتبر كفيروس كورونا. الان يجب اخذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائيه اللازمه لحمايتنا من الاصابه اساسا، خاصه انه دراسه حديثه لمنظمه او لمركز مكافحه الاوبئه الامريكي سي دي سي اكدت انه المتغير او الاصابه بفيروس كورونا عند الاطفال والمراهقين اقل من 18 سنه تعتبر الان عامل خطر للاصابه ب داء السكري. يعني اصبحت احتمال اصابه داء السكري للافراد هذا او الفئه العمريه هذه اصبح مضاعف لمرتين ونصف، يعني 2.5 مره احتمال انه يصابوا بداء السكري. لهذا التبعيات او التعقيدات الصحيه المستقبليه الناتجه عن إذن دكتور يوسف، هناك من يقول ما فائدة أخذ كل هاللقاحات؟ يعني في بريطانيا على سبيل المثال من أخذ 3 جرعات، وهناك دول الآن تحضر لأخذ الجرعة الرابعة، بالتالي ما فائدة كل هذه اللقاحات إذا يعني هناك علاقة وارتباط بين هذه الفيروسات وأمراض أخرى قد يتعرض إليها الإنسان إن لم يكن الآن في المستقبل؟ سؤال وجيه جدا، يعني هو الإجابة بسيطة أيضا، أنه الدراسة هذه أثبتت أنه أو الأمراض المتعلقة بفيروس كورونا بعد الإصابة. إذا اللقاح يحمي أو نقول الحمي من التعقيدات الصحية، وخاصة كما نعرفوا في الالتهابات الناتجة عن إصابة بفيروس كورونا هي تقريبا التي تؤدي يعني تؤدي المشاكل هذه. يعني الإصابة أو الإنسان المنقح لما تكونش عنده تعقيدات صحية كبيرة مما يحافظ على الجهاز المناعي نتاعو ويحافظ على مستوى الالتهاب في جسمه منخفض نوعا ما، مما يمنع من الإصابة بالتعقيدات الصحية أو الأمراض المستقبلية على المدى البعيد. نعم دكتور يوسف، حدثنا عن الجزائر اليوم، هل هناك ارتفعت نسبة الإصابات في هذا المتحور الجديد أوميكرون؟ لا للان كل الاصابات الاوليه كانت او حالات مستورده، الان الوضعيه متحكم فيها يعني مسيطر عليها بشكل كبير. عدد المتغير اوميكرون على ما اظن حوالي 76 او في الهدف في المجال هذا، يعني عدد منخفض بنسبه كبيره جدا. الان عدد الوفيات ما زال منخفض، المستشفيات ما زالتم على قمة الأهبة والاستعداد، وخاصة الطواقم الصحية والطبية رانا الآن اونريكيزيسيون، يعني رانا معبئين لمواجهة ما سيأتي لا قدر الله، ورانا يعني مستعدين، خاصة أنه كانت عندنا الآن تجربة الكوفيد كنا متخوفين منه اليوم الأول وين ما كانش عندنا حتى معلومة عليه، لكن الآن التعامل معه أصبح شيء روتيني وشيء سهل. هل نحن سيدي نتجه فعلا إلى نهاية هذه الجائحة؟ لا اظن ذلك. لماذا؟ لانه عندنا سنه في لا تذكرت، كان عندنا سنه في السنه الماضيه على ما اظن في الفتره هذه تكلمنا وقلنا انه في
سيكون يعني هناك خرجنا من الموجة الأولى والموجة الثانية ببعض الدول، قلنا باللي رانا خرجنا من الخطر، لكن على ما أظن أنه فيروس كورونا سيبقى نتعايش معه كفيروس إنفلونزا ونتعامل معه حتى التلقيحات والأدوية وغيرها، وسيعد فيروس عادي يعني. والحل الوحيد في رأيي الخاص هو التوجه نحو المناعة الجماعية التي ما زالت مستبعدة ما نتكلم عالميا. نعم دكتور يوسف، سؤالي لك يعني في الحديث عن متحور جديد يجمع بين أوميكرون ودلتا، هل هذا يعني بأنه الإنسان قد يتعرض للإصابة بالمتحورين معا أم ماذا يعني، كيف ممكن أن نحلل ذلك علميا؟ نعم، هو احتمالية أن تتعرض بإصابة بفيروس كورونا وفي نفس الوقت بإنفلونزا، نعم احتمال، لكن أن تتعرض بمتغيرين من نفس الفيروس في نفس الوقت احتمال ضئيل جدا، لكن يبقى وارد. الآن الحالات التي تكلموا عليها أنه المتغير الجديد الذي يجمع بين، هو يجمع، هو يعني مركب من مادة جينية تاع فيروس متغير أولى، ثاني مادة جينية تاع مضاد، يبقى فيروس كورونا يعني متغير ليس بالخطورة التي يروج لها، كما كانت الخطورة التي يروج لها أيضا في متغير أوميكرون الذي أثبت يعني ضعفه نوعا ما. يعني هناك من يقول أن أوميكرون وأيضا دلتا يشترك في الخلفية الجينية، أوميكرون يشترك في الخلفية الجينية مع متحور دلتا. نعم، من وجهة نظر وراثية كل الفيروس كل المتغيرات تشترك مع الفيروس الأصلي اللي هو كوفيد ساس كوف 2، كل المتغيرات. الآن تبقى التغير في البروتين الشوكية أو سبايك بروتين، هذا أمر كما قلت لك أمر منطقي وأمر عادي تعرض له كل الفيروسات على منذ قدم الأزمنة. الآن يجب علينا كنظام صحي أو كنظام صحي عالمي معرفة كيفية التوجه وكيفية توجيه مواردنا خاصة لمواجهة الخطر من وتمييز الخطر من عدمه وتوجيه يعني كل القدرات نتاعنا البشرية والمادية نحو المناطق التي تحتاجها. سيد الكريم، يعني الكثير من الخبراء المختصين في الصحة يشجعون الناس على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات هذه المتحورات التي هي مستمرة كما سمعنا من حضرتك ومن ضيوف آخرين شاركونا اليوم، ولكن إلى متى؟ يعني هناك دراسة جديدة تقول إنه الآن سوف تتغير الأمور وبالتالي سوف يتم التعامل مع هذه الفيروسات أو هذه المتحورات بشكل طبيعي مثلما نتعامل مع النزلات البرد العادية، وبالتالي يعني يرتاح الناس من لبس الكمامات ومن الحجر الصحي وكل هذه القيود، هل نتجه نحو ذلك؟ نعم بالضبط، هو عندنا ثلاث احتمالات أو ثلاث حلول أرابع لهما. أولا الوصول إلى المناعة الجماعية، ثانيا زوال الفيروس بحد ذاته يعني وتلقائيا، وثالثا هو يعني التعود على الفيروس كفيروس عادي كفيروس مثل إنفلونزا، يعني يكون هناك تلقيح موسمي ويحاول الناس يحميوا أنفسهم منه عن طريق قوية الجهاز المناعي وعن طريق عدم الاتصال مع الأشخاص المعديين. نعم دكتور يوسف، يعني هناك جرعة معززة إن صح التعبير وهي الجرعة الثالثة، أنا أريد أن أسمع منك رأي الناس في الجزائر من هذه اللقاحات، هل تعتقد بأنه من الصعب بمكان القضاء على هذا الفيروس إذا لم يتلقح نسبة كبيرة من أبناء المجتمع؟ نعم، النسبة هي التي تلعب دور أساسي في التحكم أو القضاء على هذا الفيروس، نسبة عالمية وليس نسبة دولية فقط يعني محلية. الآن الجرعة الثالثة أمر موصى به من طرف منظمة الصحة العالمية، هدفها هو دعم المناعة أو بوست للجهاز المناعي تاعنا لمواجهة المتغير هذه أو المتغيرات القادمة، وأيضا لتحيين خاصة لتحيين اللقاح، لأن اللقاح كما نعرف اللقاح الذي خرج المرة الأولى يحتوي على مثلا الألفا والبيتا، وبعد اللقاح الثاني يحتوي على الدلتا وهذا يحتوي على الأوميكرون، واللقاح القادم سيحتوي على كل المتغيرات والمتغير الجديد. لهذا الجرعة الثالثة والرابعة والخامسة كلهم جرعات أساسية وضرورية
تحمينا على الأقل من تقيدات صحية ومن خطر الوفاة.